أهلا بكم. أحدث وأقوى معالج في السوق حاليا، سرعة شحن جنونية 120 واط وكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، والأهم أنه يأتي بسعر منافس جدا مقارنة بأسعار هواتف رائدة من سامسونج وأبل. أتحدث هنا عن هاتف مي 11 تي برو من شاومي. لا تفوت هذا الفيديو، فقد يكون هذا الجهاز هو هاتفك المقبل. لكن قبل أن نتعمق في تفاصيل الجهاز، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. الهاتف هنا لدينا باللون الأزرق الجميل المتدرج المتغير حسب سقوط زاوية الضوء عليه كما نشاهد، ولدينا أيضا اللونان الأسود والأبيض. الظهر هنا يترك بسهولة أثارا لبصمات الأصابع. من خلال استخدامي للجهاز، الظهر هنا صحيح مصنع من الزجاج المقاوم للخدوش، ولكن رغم ذلك أنصحك باستخدام الواقي أو الكفر المرفق في العلبة. الجهة الأمامية هنا تأتي محمية بطبقة من زجاج فيكتوس من كورنينج المقاوم للكسر والخج، وهو الأحدث والأقوى في السوق حاليا. لكن للأسف الهاتف ليس مقاوما للماء تماما، وإنما فقط لرذاذ الماء والغبار، لذا عليك الحذر. يزن الجهاز 204 جرامات، ليس خفيف ولكنه معقول ويسهل التحكم فيه بيد واحدة. الشاشة هنا عملاقة من نوع أموليد بمقاس 6.7، عالية الدقة بدقة Full HD Plus، ممتازة وتعرض المحتوى بتفاصيله الدقيقة. الجميل هنا هو أنها تدعم ميزة Dolby Vision النادرة في هذه الفئة السعرية. ستلحظ هذا عند مشاهدتك للأفلام مثلا على نتفليكس. بالنسبة للسطوع، سطوع الشاشة هنا ممتاز ويصل إلى 1000 شمعة، ولدينا وضع حماية العين. يمكنك هنا رؤية وقراءة محتوى الشاشة بسهولة في الخارج في يوم مشمس. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، ونلحظ سلاسة المحتوى هنا على الشاشة، وأيضا أثناء اللعب بالألعاب عالية الدقة. ولدينا أيضا ميزة Always on Display. لا يمكننا مراجعة هاتف من شاومي دون الحديث عن الواجهة الخاصة بشاومي MIUI. هنا لدينا MIUI 12.5 المليئة بالميزات والتحسينات والمبنية على نظام التشغيل الأحدث أندرويد 11. هنا لديك كل ميزات أندرويد وتطبيقات جوجل كاملة بالطبع، كما تجد تطبيقات مثبتة مسبقا على الهاتف مثل فيسبوك، لينكدإن، وتيك توك، لكن يمكنك إزالتها بسهولة إن أردت. من حيث التحديثات الأمنية، هنا تضمن شاومي هنا 3 تحديثات أكيدة لنظام أندرويد و4 سنوات من التحديثات الأمنية. من حيث الأمان، زود الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، هنا يستجيب بسرعة كبيرة وهو آمن كما نشاهد. للأسف لا يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة خارجية مايكرو اس دي، ويأتي بسعة تخزينية بخيارين 128 و 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1. برأيي السعة التخزينية هنا قليلة مقارنة بهواتف أخرى، وأيضا لك إن كنت من عشاق تصوير الفيديوهات عالية الدقة. فاجأتني هنا جودة الصوت المنبعثة من السماعات المزدوجة في الأعلى والأسفل، والتي تتيح صوت ستيريو بالطبع، وهي بالتعاون مع عملاق الصوتيات هارمان كارلون. الجهاز يفتقد لمنفذ السماعات التقليدي الذي ما يزال يفضله كثيرون. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بأحدث وأقوى معالج من كوالكوم سناب دراجون 888 المصنع وفق معمارية 5 نانومتر، وهو قوي الأداء، ونلحظ ذلك أثناء القيام بمهام متعددة أو أثناء اللعب بالألعاب عالية الدقة، خاصة مع الذاكرة العشوائية هنا بسعة 8 جيجا بايت رام. نظام التبريد هنا المحسن يخفض من حرارة الجهاز، لا سيما أثناء اللعب المطول بالألعاب عالية الدقة. بصراحة أنصح بالجهاز لعشاق الألعاب، خاصة لأولئك الذين يفضلون اللعب أونلاين عبر الإنترنت، فقد زود مي 11 تي برو بتقنية واي فاي 6 الأحدث والأسرع. الجهاز زود أيضا بتقنيات بلوتوث 5.2 وشبكات 5G على شريحتي الاتصال، وأيضا تقنية NFC للدفع
المالي. فيما يتعلق بالبطارية لا داعي للقلق، فهي بصراحة هنا عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير ساعة، ما يعني أنه بإمكانك الاستماع للموسيقى، القيام بالمهام المتعددة على الهاتف، مشاهدة الأفلام، التصوير، اللعب بالألعاب عالية الدقة، وبعد كل هذا يتبقى لك القليل من الشحن في آخر اليوم، أعني هنا بعد 6 إلى 7 ساعات من الاستخدام المكثف. الأجمل هنا في هذا الجهاز هو إمكانية شحن بطاريته بسرعة جنونية بفضل الشاحن المرفق في العلبة، أكرر الشاحن المرفق في العلبة بقوة 120 واط، ما يعني شحن الجهاز بالكامل من 0 إلى 100% خلال 17 دقيقة فقط. رائع أليس كذلك؟ نأتي الآن للتصوير، حيث زودت شاومي هاتفها مي 11 تي برو بمنظومة كاميرات خلفية قوية. الكاميرا الرئيسية تأتي هنا بدقة 108 ميجا بيكسل، تقوم بعمل رائع وتلتقط الكثير من التفاصيل في كل صورة. في ظروف الإضاءة الجيدة تكون الصور ممتازة وعالية الجودة ومليئة بالتفاصيل والألوان والتباين. يضم شاومي 11 تي برو كذلك عدسة بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية واسعة جدا، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل تيلي ماكرو لتصوير الأجسام عن قرب وفلاش ليد. كما يمكنك التقاط فيديوهات بدقة تصل إلى 8 كي، لكن لصغر السعة التخزينية أنصحك بتصوير الفيديوهات بدقة 4K مع خيار HDR10 Plus. التفاصيل هنا كما نشاهد حقيقة قوية وطبيعية سواء في الداخل أو الخارج. في الأمام هنا لدينا كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل تلتقط صورا ممتازة في ظروف الإضاءة الجيدة، ولدينا أيضا وضع البورتري لتطبيب الخلفية. وأخيرا برأيي الهاتف ممتاز جدا من حيث المواصفات مقارنة بالسعر الذي يبدأ ب $760 ويتفاوت حسب السعة التخزينية. فالهاتف هنا يضم ميزات متوفرة فقط في هواتف رائدة. معالج سناب دراجون 888 الأحدث والأقوى في السوق حاليا، شحن سريع بقوة 120 واط الأقوى حاليا، بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير ساعة، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وشاشة أموليد عملاقة، وغير ذلك من الميزات التي ذكرناها. لكن ماذا عنكم؟ هل أعجبكم الجهاز؟ لا تنسوا أن تشاركوني آراءكم. إلى اللقاء في مراجعة جديدة بإذن الله.